كلما طال العهد والبعد عن مصدر النبوة كلما قل العلم وكثر الجهل، وبالتالي يحصل ماذا؟ إذا كثر الجهل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجهلون ما كانت عليه الأمم السابقة وبالتالي يتبعون. ولذا قال عز وجل مبينا أن طول العهد والزمن بين الناس وعصر النبوة بين أنه سبب لقسوة القلب. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الماء يحيي الأرض الميتة فكذلك حياة القلوب بماذا؟ بالوحي. فهذا الحديث من حيث النظرة الأولى لا إشكال فيه، يتوافق مع ما هنا.